من دوت اليوم تدخلوا في سلسلة من الحوارات الوطنية وكذلك حوارات جهوية وإقليمية حول مشروع اندماج مكونات فيدرالية اليسار لإعادة الاعتبار أولا لمشروع إعادة بناء اليسار ولتجميع مكونات اليسار وشتات اليسار وبالخصوص لإعادة الاعتبار لمكانة اليسار داخل المجتمع وخلق اهتمام لدى وسائل الإعلام ودى الرأي العام أولا للالتفاف حول المشروع وأيضا نحن جئنا للاستماع لفعاليات اليسارية للاستماع للمثقفين للاستماع لممثل منظمة المجتمع المدني لأننا نريده مشروعا تشاركيا مشروعا وحدويا لا نريد إنجاز وحدة فوقية بل بالعكس وحدة بمساهمة كل من له غيرة على هذا المشروع ومن له غيرة على تقدم وازدهار هذه البلاد. حضوري كشابة في هذه الندوة اللي نظمها فيدرالية اليسار اللي الهدف ديالها هو الانفتاح على فعاليات يسارية من مثقفين من أساتذة جامعيين وكذلك من أسماء اللي معروفة في أوساط اليسار المغربي اللي كتهدف هو حنا مقبلون على مشروع ديال الاندماج. هذا الاندماج ما بغيناهش يكون فقط حديث ثلاثة ديال التنظيمات اللي هما اليسار الوحدوي حزب الطالعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، بغينا انه مشروع يساري قطب اللي كيجمع كل فعاليات اليسارية المؤمنة بمشروعنا المؤمنة بجدوى ديال التغيير الديمقراطي في بلدنا. كذلك انه كان تقديرنا هو ما يمكنش اننا نضيو نبنيو هاد الفيدرالية دون انفتاح عليهم دون اشراكهم والاستماع لوجهات النظر ديالهم اللي ما ممكن الا تكون مفيدة لنا باش نبنيو الحزب اللي كنطمحوا ليه. أنا حضرت بدعوة من مكونات فيدرالية اليسار لأدلي برأيي إلى جانب عدد من الفعاليات التي استدعيت. بطبيعة الحال الهدف هو أفكار لمساعدة اليسار على بناء تحالف قوي أمام الفراغ الذي تعرفه المشاريع السياسية التي تؤمن بالديمقراطية في إطار ملكية برلمانية تضع حدا لاقتصاد الريع وتحارب الفساد وتولي العناية اللازمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولهذا أنا لبيت الدعوة وسأستمع إلى آراء الجميع وسأدلي أيضا برأيي لمعرفة كيف تجاوز العراقيل التي عرفها المجهودات المتتالية لبناء حزب اشتراكي ديمقراطي قوي، ونأمل أن هذا المشروع الذي سيبنى يكون مفتوحا وتلتحق به عدد من الأطر وعدد من التنظيمات وعدد من الأشخاص الذين يؤمنون بأن المغرب في حاجة إلى حزب قوي يساري يساهم في تعديل ميزان القوى حتى نصل إلى ديمقراطية حقيقية في البلاد.